معلش هتشوفوا الكلام ده عشان افهمكم. افهم يا ست اللي عايز يشوف الحالات انا بنسى خطوات. دلوقتي هيجي حمار في الشهر اللي جاي ان شاء الله نوريكم المكان ونعمل اكسبيرمنت لواحد منكم. ان انا جاموسه كلنا كركز دي جاموسه ب 25 متر. ما اقدرش اخلي واحد من حضراتكم يقعد يفعل صوت ويشتغل. طب الاوبن ميثود يا دكتور ما في حاجه اسمها يا سيد الفضل لسه ديت سيكشن. في حاجه اسمها اوبن سيكشن. عارفه ساعتين انا بقى طب. انا اوريكم المكان اشتغلوا خلاص ماشي. يا دكتور لو سمحت في حاجه اسمها الاوبن ميثود في العمليه دي ممكن نفتح ونشوف اللي بعدين. اوبن ميثود بس دي تكنيك مش كويس. يبقى انا اشرحهولك بقى بالتفصيل. ما هو لو انا خايف ان انا اعمل حاجه غلط ممكن وايد انت عامل ايه وايد ده الدكتور وايد خليك معايا لو سمحت. لو سمحت انت انا اولاد 5 سم سابقات بعد كده هحقن 5 سم تقريبا تحت الابنيوت والشيس وبعد كده ادخل شويه تحت الليجامنت. الدكاتره اللي بيتكلموا دول هيهزقوا هيك كده اهو تحت الليجامنت. قوم زود انا شويه مش مشكله سابقه خلاص. بعد كده اهو هجيب قطنه بتدين واعمل جنتل مساج عشان اعمل ديستريبيوشن اللوكال انستيك سوليوشن اللي انا حقنه خلاص كويس قوي. هجيب قطنه ثانيه وعقم وطهر. يلا يا دكتور قطنه صغيره اهو هطهر كمان مره. يلا يا شرف. نعم يبقى طهر انت بس. طب عملت كيف؟ شرف يبقى اعملها المفروض هنستنى قد ايه؟ من 5 ل 10 دقايق 10 دقايق عشان يبقى كتير طيب. ايدي لو انا اشتغلت كده غلط السيمتوم بتاعي ممكن يتجحش فلازم امشي ايديا. يفضل عشان اتفادى الموضوع ده اهو اقوم دايق الجوز وعامل ايه؟ رول من الجوز على الايه؟ على السيمتوم عشان خاطر ازود الفيكسيشن ما يتزحلقش من ايدي. لو ايدي اتبلت او واحد ايده بتعرق ولا حاجه او واحد ايده اصلا بترتعش بدون اي مشكله بدون اي مشكله خلاص؟ دخل اعداد فين؟ حبايبي فين؟ شوفهم صورة سنة 5 سكشن الاحمدات. ايوه ايه ده؟ بصراحة ارفع راسك السنة دي في ايه؟ ممتاز معايا بسرعة وقوم قاطع. الكلام ده كله ما بياخدش ثواني. انا بفهمك بالراحة. هتسمع ايه؟ صوت جريز ساوند او كراشنج ساوند صوت هرش او صوت مزق او قطع. بعد كده هوت هتقوم جايب حضرتك في حاجه مشدوده اهي وقامت مفصوله من بعضها بقى في ايه؟ ديبريشن او جروف ما بين ايه؟ الكات انت اوف ذا ليجامنت الجزئين المقطوعين الاثنين. خلاص يا اولاد احسوا بصدر. الحاجه الثانيه تختفي الاعراض بالمشي. فاهمين يا شباب؟ نعم؟ الاعراض كان ايه؟ يلا يا لسه قدامنا دقيقتين برضه. البتاعة دي كنت تروح لحالها يقول لي تعالى ده هي ماشية على طرف رجلين عندها خلة. كان فاكر ان عندها هي هيد سكيتيشن. لا انت لسه ما تجاوبش عشان الخلع ده من دلوقتي ماشي. اصل رد حضرتك كان جميل ولذلك ايه شد انتباهك. خلاص؟ عيب كده. الخلع ده يا اولاد اللي هو ديسلوكيشن. فاروح ببحث الحاله ستيشن حاجه لقيت فيها ابورد ستيشن بس غير منصور ورا ما اتقطع الليجامنت ما مشاتش واتهلطم على وشي. قلت للراجل ايه؟ جريه اول ما جريه 10 خطوات قام دايس على الارض. خلص ماشي يا شباب ماشي. عدى 5 دقايق ولا 10 دقايق كويس قوي الحمد لله كويس قوي. انا عمال ابيع وقت اهو بسم الله الرحمن الرحيم. انا احس المكان كله يسمع عايز يدوق عشان كله يسمع الصوت ده اهو. اسمع بس بس خلاص بس خلاص انت اهو. انا يا دوب دخلت بالتينيتوم كده ما قطعتش انا حاجه
قول له كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع سمع الصوت ده؟ خلاص اتاكد. اتاكد ازاي؟ بتتكلم يا ابني؟ اتاكد ازاي؟ اهو بص كده بتابعي في جبريل فيبريشن رهيب اهو، وفي ليجامنت تاني اهو الميدل، بس لسه في شويه فايبر اجيبهم بقى ما تسيبهمش. خلاص